كونتنتنا فيديو انواي تانيل هاريكم فيديو جديد. شو بشكم معايا اختي حفيظة. احنا سافرت وما صورت لكم فلوق بقيتونا. احنا في سيد الرحال في كازا وما يوفينك. انا مع ماما التانية اللي ما كتعرفوهاش ليا. ماما التانية دابا خارجين الكورني فيك اختي حفيظة. نمشيو 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 نطولو شوية نمشيو للبحر نمشيو تشوفو سيد رحال. إيوا مرحبا بيكم. نهار كبير مني جيتو عندي. إيوا بلا مني شو هادي شي عجلة. حنايا عودنا الظلام. دابا حنا خرجنا خارجين من العمارة. الله على شبيكة. الله على الضوء. وخرجوا تحت بس. احنا غاديين. ويما. وفاطمة الزهراء اللي اختي حتى هي ما كايناش. ان شاء الله من نجي من الخدمة ونوريها لكم جاية. انا نوريكم شوية سيد رحال. كتقولي فين هو الفلوق؟ فين هو الفلوق؟ كتنساي احوي فيها حفيظة. غادي ندير القناة ان شاء الله ودعموها. انا غندير القناة. خاصة دير الروتين. اشد الكراطة و... انا غندير كراطة وجفاف. شرا لعبي ما كاينش جفاف اوتوماتيك. كتوريكم كيفاش كيستعمل. دعموني. لايك 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 لايك. بابا شنو كتقول لايك؟ لايف هي لايف لايف. حباباتي صحاباتي يا جيراني يا خوتي هانتوما الله يخليكم. هانتوما معانا هانتوما معانا هانتوما. المهم حنايا ما عرفتش غادا بينا خطير. غادا بينا جيت البحر. انا ماشي معاه صافي ما عرفتش فينا صفيت. شوفوا انا كاين جيت الفيلات زويونين كاين والهواء نقي كتحسبي هو بارد وسخون ياك ميمون. قالت لي ملي جينا لهنايا وجانا تصفى جمع على سيدي رحال. نهار كبير عندي نهار كبير اللي جاو عندي الدريات. ايوا خساره ما كايناش فاطمة الزهراء خدامه. دابا نتلاقاو معاها في العشي وان شاء الله تكون تحديات. كتبقى سهرانه معاهم. الا كتخدم خاصها تكون في الخدمه تخواتي مع السبعه. كتبقى معاها حتى للزوج عاد كتفوت تنعس. مسكينه هي كتفيق في السته. المهم اللي ما كيعرفش فخالتي حفيظه حنا كنا ساكنين في السلك ما قلت لكم وتحولنا حنايا للشمال وهما من بعد تحولوا لسيد رحال. تبعدنا يعني كبرنا مع بعضياتنا ولكن كبرنا مع بعضياتنا من الصغر. في عماره وحده في دار وحده. هو وانا وفاطمه اختي هذيك راه اختي ماشي صاحبتي اختي وحبيبتي الله يخليها ليا. انت ماما كتفرجي في الفيديو. نعم ماما صاحبي باقا عندي وتجي عندي. ومرحبا بك فاطمه. مرحبا بك يا ساره. مرحبا بك يا ساره وراجلها. مرحبا بيه هو ان شاء الله غيدخل وغيجي عندي. مرحبا بهم ان شاء الله. دابا يجي ان شاء الله. شوفوا كتبقى غادي طويل راه هو البحر. عندي واحد الريحه عند البحر وصلت لهنا. ما كاينش هو راه هو. هي خالتي حفيظه مع اميمه. احنا غاديين نيشان دير بحال مرسي ليك ما بعيدش يعني بحال مرسي طوال اللي حسبته خاصه بحال مرسي. دابا خو غاديين طوال احسن نوصل بحال اللي هي. لا 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 دخلت عاودة لا غادي تسمع سمعتها غوتي ماشي هو مسكين هو فيه الموت. انت كتغوتي انا كنخاف من الكلاب. قلت العار عاد هذيك من قلت شجلات ناري بزاف. انا عندي فوبيا من الكلاب. فوبيا من الكلاب هي تخاف منها. ساره باقي ما عملتش لكمش واحد الفيديو فاش كنا في الزرقاء. او الا كان نتا اليوم نحاول ندير ليه نحطو في انستغرام ان شاء الله. دخلوا انستغرام ديالي ما مع الا ما عندكمش دخلوا كنحط ما بعض المرات. ايوا حط الانستغرام ديالي هنا والانستغرام ديالي هنا. دخلوا عندي دخلوا عندي خاصني نوصل 4000. انا بقري بقري ما كنقرب نوصل 5000. رجع فوت هذا ايوا ما عندي دابا قربوا
يكملوا لي 5000 باقي دعموها وغادي نبارطاجيو الانستغرام ديالها عندي لا قناه انا عندي لا قناه ديالها راه عندها محتوى واعر ودخلوا عندي مرحبا بكم ومحباباتي اصحاباتي بنياتي هذه فين فكرني فكرتني بداك لا بداك اش كيقولوا له داك الكوري اللي كيقول بنياتي حباباتي خواتاتي حتى هو واحد الكوري عايش في المغرب ساكن في الجبل ديال شفشاون كيدير بحال هكا اللي كتعرفوا بوهيميا يمكن ياه بوهيميا ايوا هذا المنظر خساره والله تبقى بلاصه فاطمه الزهراء نضحكوا شويه انا كاين بلاصه يا خالتي حفيظه حفيظه فيها فاطمه الزهراء فيها خديجه فيها كلشي غادي نديرو تحديات اليوم تسنوا الفيديوهات ان شاء الله غادي نحط كل نهار فيديو باش يقضني الوقت شي واحد الفيلا زوينه كتكراجي كليوا يلا زيد لا دابا يدي ماشي كتعيا سي بور ماشي كيعيني اولا شي حاجه غير سي بور كيصلح مثلا الا كنتي يديك غادي تطوليها او تحط التليفون سنتو وجهك بلاش لا تخافيش والله موت نغوت لا البين علي مسي خدام باين علي شي واحد كيخدم ما تعلاش مين كنجيو لهاك لا ولا النواحي ولا هذا النواحي كنقفوا لا مين كنكونوا كنتمشاو كنبقى ندور مورانا جنابنا وسامعين شكون مورانا شكون هنا عكس تطوان كتمشى هنايا هادي باش كتعجبني في تطوان يدينا هنا الفوق كيبقى دائما داك الخوف ايوا هذاك شاش باش جبت سي بوغيف مع النزو هكا يطير شوفوا منظر انا وريكم المرصة هادي شي قاعة افراح يمكن دار شي عرس وهنا المرصة عرفتي الريحة ديال الحوت عافية اي خلعتيني ها البحر من هنا ايوا ها البحر سيدي راح اخذتي حفيظة اميمة شوفوا هاد الطوالة هو الكورنيش تغطات لي وجهها هذا الطوال هو الكورنيش وهنا عندهم البحر الرملة ما عندهمش راهي الرملة لهي ويما قلت كنقول الرملة ما كايناش ولكن راهي الرملة جل رانوي ده انا رانوي مو بغدا تشارج على صبتي كتبقى تحرك وتشطح وتحير انا ردت لي الاراره يا زوينه انا مسخر ياي اي لوف ات والله يا زوينه تكتشفوا معايا انا نوريكم شوفوا الماء احنا في البحر هبطت هبط على الماء اذا خدي حفيده فين حنا في البحر شوفوا انا قبيله كنت في
كاينش اسف هذا هو الكورنيش والبحر. وانا قلت لكم البحر كاين هاد الجهه ومين مشينا ضربنا دوره لقينا البحر هنا. اسف لم اكن اعلم. حسنا كاين واحد الطريق رئيسي اللي كتكون كيجيو منها الطوموبيلات وتما كيكونوا الناس كيجلسوا. هذا لاكوت وهنا البحر. وانا ما عارفاش نتوما عارفين تانا نستكشف وصافي. شوف الدراري اللي كيعوموا في الوسط الرمله. هاد الحجاب انايا كيبين لي راسي باللوطه وزي كيبين لي راسي باللوطه ما عرفتش كيفاش ندير لي. المهم علينا مديش على حجاب. صافي حنا دابا وسط الرمله دابا البحر. هذاك الصخر راهي في ذاك الشارع كيبان لي مشينا صافي كنا دابا الصخر. هادي الصراحة عييتي دي من ما جبتش داك السيبوا كون عاد جبتو احتياطا حيت انايا ماشي بحال ما عرفتش كتسمعو حيت كاين الريح. قلت لكم هنايا ماشي بحال كازا ما هنايا ما كاينش الناس بزاف يعني ما نخافش على راسي زعما يهز تليفون وكدا. نتوما عارفين كازا الزحام عندك فين تزلا تليفون لمحمد. ايوا البنات هما كانوا كيقراو جيب شكايرهم و ايوا جات عندنا فاطمة الزهراء. أيا باقا مبوقة من العش بعيني هاد القصة. الزهراء بزاف صافي واحد لي نيرجي ما تقولش هادي فايقه في 5 الصباح. باش كتعاود هي فاطمه الزهراء باش كتعجبني. لا احنا حسدنا لك استقبال احنا بيت كثير زين. يبا جات فاطمه الزهراء بالعكس قولي لي ما تقطعش. قولوا لي علاش كتشاف؟ متالي المهم كلشي كيعاود تشاف. ياسر
توام. انا كنشبرت في فاطمة الزهراء. اما انا فاطمة الزهراء راه توام، راه عندنا نفس اللاج، راه تفارقنا زايدة عليها انا 3 شهور. انت اش كنت 11؟ انت جوج. انا جوج. اما هذه فايته، احنا توام كنا كنلبسو بحال فقط الصور بيضات لي كنا عندنا دوك الصيادلات الناريات. لا كنا كنمشيو للحمام وكنقولوا اشنو خصنا نديو، كنلبسو بحال بحال، كنمشيو للحمام نلبس البيضات بحال بحال. صافي كنت كتعب كليا وكنقول لها سخرتي عيني واش ما تحكش عليا، غسل لي شعري. كنقول لها كلشي اللي كيبغي يحك ليا ما عرفتش كيجي من فين. كنقول لها انا عييت كاب صافي كنخرج وكنخرج كيخليوني ديما كتفلو عليا في الحكام. ايوا هذا انا حكار المهم على فطور الدار. دابا 26 كنقول لها 26 عام 10 عام يا حال زعما عندنا عندي السجل ولا شي حتى السجل. لا دابا زعما حنا من كل شيء بنعمل 10 وهي الصراحه ما عقلتش كيفاش حتى حتى كنديوش على الظلم. وي مدي هاني الضو الكتريك. لا مونتاج واو لا نديرو باكوس تحدي. هذا التحدي ان شاء الله اليوم ما نقدروش باكوس وتليفون أميمة. أميمة هو الفرنت اللي صايبت أميمة. احنا هابطين مع فتي قرطار ودي كيو آجر سيبي الله سيبي المحسيني. انتي اختي شتي مع جيت من الخدمة ما خلاتنيش نرتاح. اختي ما خلاش ترسح انايا انتي عافية مشكلكم غير تفرمي انا عادي مشيت نحسب لقيت لك كاتريا ما فهمت تمام خاطر حافظ اش هاد السيدة حكارة انت غادي تعرف راسك ما علمونيش فاش كانوا بغاو يسكنوني ما قالوش لي راه شحال عارفة شنو كاين عارفة ولا دوش طراجي لا انا كنقدر نخرج شي اصلا بلادي اسي تخيلي نطيحو انا وليت البلاطو ناري يوما البنت فوق ناكلو في الزق صافي ابقى فينا مول 5 دراهم احنا خاسرين انطق عليك اسد ايوا فين الدور منين الزق ايوا ايوا راه فاش كنشوف فاطمة الزهراء هاد السويعه وفي الليل وكتخافي والله ما كنشوفكم كنحاول نقطيها ياك قولها تجي عندنا للشمال. لا والله حتى غنجي ديوا نساريهم كما كتسارينا ماما دابا هي بحال فاطمة الزهراء كتسارينا ولكن خاتي حافظه كتسار كاين كنبغي نكون زعما اكثر يلاه كتبقى معانا مسكينه كتحب الصباح بكري وكتبقى سهرانه.